احتفلت جامعة سوهاج بتخريج الدفعة 17 لطلاب ذوي الهمم والدفعة الأولى للطلاب الصم وضعاف السمع. شهدت الجامعة تفوقا ملحوظا للطلاب من ذوي الهمم في مختلف الكليات، حيث سجل عدد كبير منهم مراكز متقدمة في ترتيب الخريجين. هذا وأعلنت جامعة سوهاج عن دعمها الكامل لطلابها من ذوي الهمم حتى بعد التخرج. احنا النهاردة جايين نحتفل بأول سنة لأولادنا بالإعاقة السمعية، إن هم أول سنة ليهم في وجودهم في كلية التربية النوعية، وهم كانوا السنة اللي فاتت معانا في ثانوي، ولما دخلوا الكلية بقينا معاهم متواصلين معاهم، كنا بنيجي نحضر المحاضرات بنترجم الإشارة، كل محاضرة بندخل معاهم بنترجم الإشارة ليهم. ده تطوع مننا ليهم، ما كناش بناخد عليه أجر، فكن طول السنة احنا بنترجم لهم الإشارة بدون أجر، ودي أول دفعة. خلصت الفرقة الرابعة أداب دراسات إسلامية، والحمد لله اتخرجت بتقدير عام تراكمي اللي هو 4 سنين، جيد جدا مع مرتبة الشرف. الحمد لله الجامعة يعني كانت بتساعدنا كتير في موضوع الامتحانات على الكمبيوتر، لأني أنا من أول ما دخلت الجامعة ومن سنة أولى يعني بامتحن على الكمبيوتر بدون مرافق، فطبعا يعني ده ساعدني كتير إن أنا أوصل لتقدير كويس بدون أي مساعدة من أي حد في الامتحانات. النهاردة أنا اتخرجت من كلية دراسات، كلية آداب قسم دراسات إسلامية. أنا بحب طبعا أشكر الجامعة النهاردة على تقديرها لينا وحبها لينا، والحمد لله كان متوفر لنا الكمبيوتر، كنا بنمتحن على كمبيوتر، وأنا فرحانة بجد إن أنا فضلت 4 سنين إن أنا أمتحن على كمبيوتر، وكانت بتوفر لنا إن إحنا يعني نطبع الكتب بطريقة برايل.